نروح لموضوع آخر، والمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة هي رئة جديدة ومتنفس أخضر في شوارع المدن والمحافظات عشان نقدر إن احنا نواجه التغيرات المناخية ونتخلص من جزء كبير من العوادم والتلوث. عن الخطوات اللي قطعتها المبادرة هيكلمنا دكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. طيب لو نتكلم بداية عما تم في المبادرة والمناطق المستهدفة من مبادرة 100 مليون شجرة حتى الآن. وطبعا في تعاون بين يعني كافة الإدارات سواء على مستوى المحافظات أو على مستوى مراكز البحث العلمي أو على الجمعيات الأهلية أو حتى في الجامعات والمدارس. ففي حملة كبيرة جدا بدأت، ويمكن يعني سيادة اللواء أمنة لما اتكلم عن حجم الإنجاز اللي تم في عمليات التشجير، تقريبا وصلنا ل 25% من المستهدف، وده يشكل الحقيقة نقلة نوعية فيما يطلق عليه الحزام الأخضر اللي هو بنعتبره جهاز تنفسي، لأنه الناس فاكرة إن الشجرة دي مجرد خشب، لا ده مصنع صناعة الأكسجين التي تعطي يعني التنفس الحقيقي للكائنات الحية بما فيها البشر. صحيح، عشان كده ده رد على الناس اللي بتسأل إيه هو الدور البيئي لهذه المبادرة. لا ده مهم جدا، لأنه الورقة الخضراء دي احنا بنفصلها على إنها مصنع أكسجين، يعني مش مجرد زينة. يعني صحيح الأخشاب في الآخر بناخدها نستفيد منها بعد الجفاف وكده، لكن أساس التشجير على مستوى العالم احنا بنحاول نعوض فقدان الغابات والحرائق التي حصلت في الخمس سنوات الأخيرة، اللي تقريبا تلت 40% من مساحات الغابات على مستوى العالم حصل فيها حرائق لأسباب طبعا مناخية ولأسباب أخرى، إنه للأسف بعض المناطق بيعتبروا الخشب مجرد الشجرة مجرد خشب بيولع وقود. يعني احنا بنبص للشجرة على انها مصنع اكسجين لانقاذ حياة البشر، لانه نسب التلوث اللي موجودة من شكمانات السيارات والاتوبيسات وحتى الطائرات والمصانع وغيرها بتسبب تلوث في الغلاف الجوي ويسبب امراض للجهاز التنفسي. الحل الوحيد لإنقاذ البشرية هو الاستمرار في زراعة الملايين من الأشجار، ويمكن المبادرة اللي الرئيس السيسي تبناها مع ولي العهد السعودي في مبادرة الشرق الأوسط للتشجير لكل أقطار الشرق الأوسط بما فيها جمهورية مصر العربية. ومصر قالت أنا هعمل 100 مليون شجرة، ودي الحملة اللي الرئيس السيسي أطلقها، بحيث ان احنا تقريبا بنتكلم على شجره لكل مواطن كحد ادنى، لكن احنا العربيه الواحده محتاجه مننا 14 شجره عشان تقدر تتاخد التلوث بتاع السياره الواحده. وبالتالي احنا كنا اقترحنا ان كل من يشتري سياره يدفع لمديريه الزراعه ثمن 14 15 شجره، ودي حاجة لا يعني لا يزيد عن 150 جنيه 140 جنيه، لكن تساوي الكثير في صناعة الأكسجين، في ضخ الأكسجين. في المقابل كمان يا فندم احنا عندنا مبادرة الإحلال والتجديد، أعتقد إنه مع الوقت مع الوقت كمان هنقلل التأثير. الإدارة المحلية برضه بدأت تنشط فيها، ووزير التنمية المحلية أعلن إنه نسبة تقريبا 25% من المستهدف تم الوصول ليه، سواء بالحدائق اللي أعيد مرة أخرى زراعة أشجارها، سواء في حلوان أو في ألمانيا وبني سويف، في 8 محافظات بدأت حملة كبيرة جدا للتشجير. أيضا التشجير داخل المدارس والجامعات بيشكل نقلة نوعية، واهتمام وزارة التعليم والتعليم العالي مع نقابة المعلمين ونقابة الزراعيين أيضا في نشر الأشجار داخل أسوار المدارس، يعني تعتبر مبادرة هامة أيضا. طبعا بكل تأكيد يا فندم، لامتصاص أكسيد الكربون وزيادة نسبة الأكسجين في الهواء لصحة أبنائنا
ولصحة الأجيال القادمة. أكيد. طيب حضرتك ذكرت نقطة مهمة وفكرة حرائق الغابات بسبب طبعا تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة. أيضا إحنا عندنا 9900 موقع على مستوى الجمهورية بتوصل مساحتها الإجمالية لحوالي 6600 فدان هيتنفذ فيها المشروع وهتكون غابات. إيه آلية التنفيذ ده وإيه أهم المواقع وأهمية هذا المشروع يا فندم؟ هو الحقيقة في تعاون بين يعني وزارة يعني الهيئة اللي احنا بنتكلم عليها وهي الخاصة بهيئة الصرف الصحي، انه دلوقتي احنا عندنا تقريبا 12 موقع لغابات شجرية بتقوم بها الهيئة العامة للصرف الصحي لمعالجة هذه المياه وتحويلها إلى غابات، يمكن أشهرهم اللي موجودة في غابة السادات وعلى غابة وادي النطرون، لدرجة انه السياح اليابانيين اللي جم زرعوا معانا في التشجير في وادي النطرون بيجوا كل سنة يطمنوا على الشجر بتاعهم. يعني كل سائح ياباني بيجي في هذه المزرعة في وادي النطرون بيسجل اسمه فيها وبيجي يتابعها كل سنة. ودي الحقيقة يعني نقلة في التعاون حتى الدولي بيننا وبين دول العالم في زيادة المساحات الخضراء والأشجار. والمزرعة دي تتبع وزارة الزراعة وهي على طريق وادي النطرون، ومزرعة نموذجية للأشجار التي تتحمل نسب الجفاف والحرارة العالية، وفي نفس الوقت بتشكل تنقية للمنطقة وتشكل أيضا نوع من أنواع السماد للتربة، لأن الأوراق المتساقطة بتشكل غذاء للتربة خصوصا لو كانت تربة فقيرة رملية أو غيرها. هي في أنشطة كتير تمت مع وزارة التعليم العالي في الجامعات ومع المدارس في وزارة التعليم، وأيضا مراكز الشباب مؤخرا دخلت وزارة الشباب في عندنا حوالي احنا 2000 مركز شباب في القرى و2000 مركز شباب في المدن. 4000 مركز شباب دول احنا بنعتبرهم 4000 مساحة خضراء، مش عشان فقط اللعب لكن مجرد النجيلة الخضراء دي احنا بالنسبة لنا بنعتبرها مساحات خضراء لإنتاج الأكسجين والتخلص من أكسيد الكربون. الحملة الحقيقة يعني على مدار السنتين الأخيرتين شهدت تفعيل ضخم جدا من الحكومة المصرية ومتابعة السيد رئيس الوزراء شخصيا. يمكن كان في اجتماع قريب مع وزير الزراعة ومع وزارة الإدارة المحلية في إعادة الحدائق الكبرى. احنا عندنا حدائق غير اللي في أسوان، عندنا حدائق المنيا وعندنا حدائق في أسيوط وعندنا حدائق في الإسكندرية وعندنا حدائق في 10 محافظات، من ضمنها طبعا في حلوان عندنا عظيم مساحة ضخمة بالإضافة إلى مدينة نصر وأجزاء طيب كبيرة من محافظة القاهرة. بدأت النهاردة التشجير على شاطئ النيل. لو تلاحظوا كورنيش النيل مع وزارة الري بتعمل مساحات خضراء وبتعمل أيضا نوع من التطوير الرائع لشكل كورنيش النيل. حضرتك لما تبص النهاردة المساحة من رود الفرج لغاية التحرير، شكل كورنيش النيل بالشجر اللي فيه بقى شيء مختلف خالص عن الوضع السابق. صحيح، بكل تأكيد الصورة اختلفت. لكن في سؤال عايز أسأله لحضرتك، حضرتك قلت دلوقتي إن احنا بنختار نوعيات شجر بتتحمل درجة الحرارة المرتفعة، ده خلينا نسأل عن طريقة اختيار أنواع الشجر اللي بيتم زراعتها. هل بنعمد مثلا إلى زراعة الأشجار ذات الأوراق الكثيفة حتى تتضاعف نسبة الأكسجين؟ ده جزء من يعني في مكون بيبقى هدفه أوراق الشجر، وده بيبقى يسبب طبعا الظل وبيعطي أيضا نوع من في ظل الحر لما تيجي تقف تحت الشجره تحس كان في تكييف طبعا. فمساحه الاشجار دي في اشجار الورقيه دي بنعملها في الشوارع علشان تبقى في الصيف وفي الحر تشكل مظله للناس. في جزء تاني بنعمله بهدف الاخشاب، يعني احنا عندنا مثلا في الاقصر وعندنا في مدينه السادات وعندنا في بجوار الاسكندريه في حوالي 12 موقع دي غابات خشبيه. هدفها ان احنا بنستخدم ميه الصرف الصحي في المعالجه في توفير الاخشاب علشان نقلل من استيراد الاخشاب المستخدمه. في جزء ثالث بقى بيستخدم كانه ثياب، يعني مثلا في المدارس وفي مراكز الشباب
بيبقى حوالين سور المدرسة وسور مركز الشباب، ودول زي ما قلت يعني في عندنا حوالي 30,000 مدرسة على مستوى الجمهورية، بيتم فيهم التشجير التدريجي في الفناء نفسه، بحيث ان الطلبة في بتعود دلوقتي يعني حصة التربية الزراعية اللي كانت موجودة، بحيث ان الطلاب يعرفوا أهمية الشجرة ويعرفوا يزرعوها ازاي. وبعض المدارس دلوقتي بتكتب الشجرة باسم الطالب نفسه علشان يحافظ عليها في الفترة اللي موجود فيها، سواء في المرحلة الابتدائية او الاعدادية او الثانوية. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مجدي علام امين عام اتحاد خبراء البيئه العرب الحقيقه على كل هذه الايضاحات. ويمكن زي ما كنا بنتكلم هذه المبادره هي مبادره مهمه جدا، مش بس فقط لتجميل الشوارع ولا بالعكس، فكره انه كل الطلاب والشباب وايضا الدوله بتساعدهم ان احنا نزرع الشوارع، عائد بيئي، مردود اقتصادي، ويمكن زي ما احنا بنتكلم حقيقه اهداف كتير جدا هتنفذ من خلال هذه المبادره. هيكون في كمان اشجار مثمره جمانه في طبعاً هذه طبعاً الاشجار. أكيد.